تجديد العلاقة الزوجية. نعم. شنو المقصود بها أستاذ أنس؟ تجديد العلاقة دابا كيف ما قلت في البداية كاينين محطات نقدروا نعتبروا منها هذه القضية ديال الحامات والمشاكل كيف ما قلت راه عطيت مثال بها، أو لا كتكون العلاقة ما بين الرجل ومراته مباشرة وقع فيها فتور، لأن احنا دابا في دورة الحياة الزوجية كل 10 سنوات الإنسان خصو يرد البال لهذيك العشر سنين اللي داز من حياته في العلاقة الزوجية، يدير بحال واحد لو بيلون، شنو كان زوين شنو كان خايب، شنو الحاجات اللي قوينا فيها العلاقة، شنو هي الحاجات اللي بدات كتبعد بيناتنا من جديد، باش هذاك لو بيلون تعطيني فكرة على شنو اللي خاصني نتداركو وشنو اللي خاصني نخدم عليه وشنو اللي خاصني نرد ليه البال. وهاد العشر سنين إلا تأملنا في الحياة الإنسان عموما رحنا في الحياة ديالنا كل عقد من الزمن كل 10 سنوات راه تفكيرنا تتغير، الهمة ديالنا تتغير. يعني واش أنا ملي كانت عندي 20 عام بحال 30 عام بحال 40 عام؟ لا، الناس دابا اللي عاشوا هذه الفترات راه تيحسوا تيقول لك فعلا عقليتي دابا والنضج ديالي ديال دابا ماشي هو ديال 10 سنين قبل. فانا راه اوميم طون تنكبر في العقليه ديالي وتنكبر في النضج النفسي ديالي وتنكبر في شخصيتي وبزاف د الامور، اوميم طون تنكبر في هذيك العلاقه، يعني بين ما هو شخصي وبين ما هو علاقه زوجيه خصنا ضروري كل 10 سنوات. وانا كنقول في هذا الزمن هذا اجتهاد شخصي ديالي كنقول كل 5 سنوات، لان دابا ولينا في واحد الوتيره سريعه الحياه الاحداث. دابا شوفوا غير من 2020 لدابا شحال الاحداث وقعات، كتحس بحال دست حنا يلا في 2024 سنوات، ولكن ها زلزال الحوز، ها كورونا، ها التعلم عن بعد، شوف شحال ديال الامور، ها الجفاف، هذه قضايا كبرى اجتماعيه راه تؤثر على العلاقه الزوجيه بغينا ولا كرهنا. لذلك أنا أقول بأنه خصنا تجديد العلاقة يكون عبر أولا نديروا واحد لو بيلون، كنشوف هذه المدة الزمنية اللي دازت من الزواج شنو كان فيها زوين وشنو اللي كان فيها خيب، ونجلسوا نديروا واحد جلسة حوار بيناتنا، يكون عندنا ديما واحد التواصل، شنو هي الأشياء اللي دابا أنت كزوجة ولا أنا كزوج كنشوف بأنها ما بقتش عجباني ما بقيتش مرتاح فيها أو أنا تغيرت الأفكار ديالي فيها، نحطوها للوسط ونناقشوها وناخذوا قرارات جديده. هذه من اهم الاشياء اللي تتجدد العلاقه، تنحس بانني دائما ماشي ذاك الانسان اللي نهار الاول تزوجات وخصها تبقى هي كتضحي ولا خصو يبقى هو هي كيتنازل، لا، الحياه تستمر بقواعد جديده بانظمه جديده. ثم الى خدينا المستوى النفسي باش ما نبقاوش دائما مرتبطين غير بالاحداث والمواقف، انا كانسان وهي كإنسانة شنو هي الأشياء اللي كنحبوها ومشتركة مع بعضنا البعض، حيت لما كناش كنقراو كتيب مع بعضياتنا، ما تنخرجوش خارجة زوينة مع بعضياتنا، ما تنلعبوش مع وليداتنا، ما تنديروش ديك الحويجات اللي كتدخل الفرحة والسرور لبعضياتنا، راه ما يمكنش نستمر. ولا سمحتي لي غير هذه آخر حاجة لأنها مهمة بزاف نبغي نتكلم عليها، خصنا نتوحشوا بعضياتنا، ما تبقاوش لاصقين في بعضياتكم ليل ونهار وصباح وعشيه، كتلقى داك الرجل ومراته من نهار تزوجوا ما تتفارقوش. راه ملي كيتفارقوا ريوس كيتوحشوا بعضياتهم النفوس. لذلك الراجل الا شي مره مشى مع اصحابه خليه غيتوحشني، المره الا مشات لعند العائله ديالها ولا الاسره ديالها ودات وليداتها ودوزت واحد 15 يوم مزيان هذه توحشي راجلك، نخرجوا من البيت شي شويه ما نبقاوش الدار الدار الدار، كل ما بعدنا راه حنا كنرجعوا بواحد القوه اكبر فعلا ديال الوحش وديال الحب وديال الموده والرحمه ان شاء الله، ونقلبوا على نقط المتعه المشتركه اللي غتخلينا نعيشوا تجارب جديده في الحياه، ما نبقاوش نقلبوا عليها خارج المنزل، نقلبوا عليها في ديورنا ونبنيوا الاسره ديالنا ونحافظوا، لانه الاسره نواه المجتمع، الى صلحات الاسره راه كنعطيو مواطنين صالحين لبلادنا ولمجتمعنا، وكننتجوا اباء وامهات اللي غادي يعرفوا حتى هما يعطيو واحد الجيل اللي متوازن نفسيا وعقليا.